بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. يقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، وفي رواية: فلينظر أحدكم من يخالط. نبه النبي صلى الله عليه وسلم على ضرورة اختيار الصديق، وأن الصديق يؤثر في أخلاق وشخصية صديقه، بل يتعدى هذا التأثير إلى جميع جوانب الشخصية. ومن هنا حث الإسلام على ضرورة مصاحبة ومصادقة الصادقين، فقال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وأمر بصحبة العابدين، فقال سبحانه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ولله در الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه حين يقول: وصاحب عالما وصاحب تقيا عالما تنتفع به، فصحبة أهل الخير ترجى وتطلب، وإياك والفساد لا تصحبنهم فصحبتهم تعدي وذاك مجرب. وورد عن الإمام ابن عطاء الله السكندري رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله. ومن هنا نجد أن الصحبة أمر خطير، وأن الصاحب ساحب، وأن المجالس مجانس. ولعل السنة النبوية المطهرة جاءت بكثير من الأحاديث التي تدل على ذلك، فمنها ما أخرجه الإمام مسلم عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء، إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك أن يعطيك، وإما أن تبتاع منه أو تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو تجد ريحا خبيثة. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اختيار الصديق أمر مهم جدا في الإسلام وفي سلوك الإنسان وفي شخصيته. ولعل من أهم الأمور التي يجب مراعاتها في حسن الصحبة هي كف الأذى، وكف الأذى عن الخلق عموما من حسن الصحبة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. وفوق كل ذلك أن تتحمل الأذى منهم. فيحكي لنا الصحابي الجليل عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه فيقول: لقيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: يا عقبة بن عامر، صل من قطعك، وأعطي من حرمك، واعف عمن ظلمك. نسأل الله تعالى، نسألك اللهم أن تبلغ بنا دينك، وأن تعلمنا مرادك من كتابك، وأن ترزقنا الأدب معك، وأن تفتح لنا فتوح العارفين بك، وأن تجعلنا من أرحم الأمة بالأمة، ومن أنفع الأمة للأمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.